الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد ذكرى 25 كان خطابا تاريخيا على كالعادة بالنسبة لصاحب الجلالة. دائما تأتي خطابات بحمولة جديدة وبنفس متجدد لرؤية ثاقبة للملكية في بلادنا بخلال استراتيجيات أساسية قوامها الانتصار لمختلف القضايا التي تنخرطها في بلادنا والتي تسعى المملكة المغربية إلى تثبيتها وتثبيت جذورها. على رأس ذلك اليوم قضية الصحراء المغربية، هذا الملف الذي قاده صاحب الجلالة بحكمة وتبصر بدبلوماسية قوية حكيمة أبانت عن نتائج ملموسة، وسياسة خارجية البلاد توفقت في كثير من المحطات وحققت انتصارات، وآخرها اليوم هو ما قام به الرئيس الفرنسي بتوجيه رسالة أولية تهنئة ملك البلاد على ذكرى عيد العرش المجيد، وكذلك إرسال رسالة حقيقية وواقعية كنا ننتظرها لمدة، وهي اعتراف الفرنسي بأن الصحراء مغربية وأن الحكم الذاتي هو الحل السياسي الأمثل لذلك. وهذه مناسبة تزامنت مع ذكرى تخليد الشعب المغربي قاطبة لعيد العرش المجيد لتكون مفخرة وتكون رسالة لخصوم وحدتنا الترابية الذين انزعجوا، الذين عبروا عن حمقهم في رسائل وفي بيانات وفي قرارات خرقاء. وهذا الأمر يثير اليوم المزيد من تمتين الجبهة الداخلية ويثير اليوم جهود الدبلوماسية المغربية لكي نصفع هذه الجارة على خطواتها الغير سليمة والغير قويمة، ونقول لها بأنك ستخسرين الرهان في نهاية المطاف. صاحب جلالة أكد على ذلك، أكد أيضا على الأوراش المختلفة التي لا بد أن تنخرط فيها الحكومة، أوراش تنموية وعلى رأسها قطاع الماء الذي يعتبر رافعة أساسية من أجل تحقيق الطموحات لكل البرامج وكل المشاريع، ونحن نخطو إلى تنظيم لقاءات ومحافل دولية كبرى على رأسها كأس العالم سنة 2030. والمغرب أيضا يحتضن متظاهرات كبرى وله ريادة سياحية على كافة الأصعدة وواجهات على كثير من المجالات في علاقة مع دول الجوار. وبالتالي اليوم قضية الماء قضية محورية، نبه صاحب جلالة إلى التراجعات التي حصلت في البرامج السابقة، ونبه أيضا إلى خطورة عدم ترشيد استعمال أو استغلال المياه اليوم، وأكد على أن المغرب عازم على ضمان هذا الحق لكل الفئات المغربية، كذلك انخراط في ورش أساسي لتحلية مياه البحر، وأكبر محطة اليوم توجد بالدار البيضاء، محطة في إفريقيا والثانية في العالم، وكذلك محطات أخرى سيتم توسيعها إلى ذلك طريق السيار للماء من الشمال نحو الجنوب، هو سيمتد إلى ما يقارب الجنوب المغربي نحو مراكش لتزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب وكذلك لمياه السقي لضمان الأمن الغذائي. هذا الأمن الذي لا بد أن نشد عليه بالنواجد، لأنه هو صمم أمان ضمان استقرارنا وعيشنا، وبالتالي لا بد أن يكون الأمن الغذائي مقرون أيضا بتمتين القدرة الشرائية وتخفيف الثقل على عموم المواطنات والمواطنين. هي رسائل عميقة عبر عنها ملك البلاد، وعلى الحكومة وعلى مختلف الفاعلين أن يلتقطوا الإشارات. كذلك قالها صاحب جلالة، حديثنا على القضية الوطنية لن ينسينا بالقضية الدولية، قضية الشعب الفلسطيني الآن الذي يعاني الويلات أمام الغطرسة الصهيونية الغاشمة، أمام هذا العدوان السافر والحرب التي الآن تؤلم الجميع، تؤلم العيون والقلوب، أطفال يقتلون، نساء يقتلون، رجال هكذا يجوعون. هي جريمة دولية، هي صراحة مظاهر مؤلمة يجب على المنتظم الدولي أن ينتفض. وقالها صاحب جلالة رئيس لجنة القدس بأننا نقوم بأدوارنا كعرب كمملكة مغربية في تحسيس الرأي العام الدولي وفي تقديم المساعدة أيضا، والمغرب هو الدولة الوحيدة التي خلقت معبرا بريا لتقديم المساعدات، وهذه رؤية ثاقبة ورؤية استراتيجية. بالتالي المغرب من خلال هذه المحطة، محطة تخليد عيد العرش المجيد، يرسل الرسائل ويبين للرأي العام الوطني والدولي ما تقوم به المملكة المغربية من جهود حثيثة وما تنخرط فيه من أوراش تؤكد على جدية مواقف هذه المملكة المغربية، مواقف أيضا التاريخية التي سار عليها الملك الحالي وقبله الملكين الراحلين الملك محمد الخامس طيب وطراه والملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، من بناء وتشييد لعدة أوراش الكبرى. اليوم نجني ثمارها والمزيد
نطالب به ونتمنى أن يتحقق على أيدي كل من يقوم بتحمل المسؤولية، وهنا يجب أن توقف عند من يتحمل، يجب أن يكون على قدر تحملها وعلى قدر إنجاز ما يقدمه من 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 برامج ومن تصورات. وهذا يعني أمر يتعلق بالفاعل الحكومي أساسا، ويتعلق أيضا بالفاعل السياسي وتمتين دورنا أيضا داخل المشهد السياسي وتقوية الفعل الديمقراطي والحقوقي في بلادنا، لنصل في نهاية المطاف إلى المزيد من الرقي والازدهار، وهذا ليس ببعيد عنا بقيادة رشيدة حكيمة لصاحب جلالة وبانخراط قوي ومتين لكل فئات الشعب المغربي قاطبة. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.